اسمه لطف. ابراهيم ما يعرف احد. ابراهيم عمر طيب الرجال، ما يطلع فلان، يطلع فلان، يطلع قوي، يطلع ضعيف، يطلع عنده رصيد، يطلع ما عنده رصيد. يقول الدكتور محمد بن بارباع مستشار بروفايلك. اي هذا اول واحد سؤال. جاء قسم هذا والله. كم تعطي وقت لموهبتك في الاسبوع؟ 80%. لابد ان تعطي 15 الى 20%. الشخص المختار لابد من شوي شوي. هذا سهل. عامل الدفتر بلطف عشان في 22 واحد بيقرون ابو كامل. والله جو قليل. البروفال ترى هندي موجود. البروفال تحديد الميول عند اخوي انا بس. حق الشاي لو جيب شاي. يا هي دم تي دم ازعجني سخني ذاكر يا عشان اطلع ذاكر ذاكر يا رب. والله اني خايف مره من البرايم. طيب ذاكر حبيبي انا خايف من البرايم. ساعد امور طيب يا الربع. حاولوا انكم تسولفوا معي لان يمكن خلاص اودع بكره يا حبيبي قلبي. لا تقول لا تقول ذاك يا سعد. يا هي في همتي شوي. كيف؟ ابى اسمع لك شوي ذاك. ليش اذاكر؟ ذاكر ابى اسمع. ليش اذاكر؟ سعد عاد اطلع بس الصور دي. انا لازم اذاكر للجميع. اطلع برايم يعني؟ لا اذاكر للجميع. والله يعني شوف الحين بكره برايم صح؟ احس تجهيزات احس ان كن بكره العيد يعني كذا كلنا ساكتين متوترين. بكره برايم العيد فرحه. هذا مو فرح. لا هو مو بفرح بس يعني كذا انك تحس انك يعني خلاص تحس انك خايف. فهمت؟ كنوا عز. فهمت الشعور؟ يعني شفت اول يوم في شفت اول يوم في المنتجع. خلي سعد يروح هو. مو وقت المكتب. شفت اول يوم في المنتجع زين؟ شفت شعور كذا داخل المنتجع؟ انا احس بكره كنا اول يوم في دخلنا يعني المنتجع. لا بكره تبتسل انت بس. ترى انا اكثر شخص ما يعرف يشرح. تخيل اول اسبوع في برايم كان. تخيل خلينا يوم السابع في برايم. مو الان. كان الحين ثالث واحد يطلع ها؟ اي صح ثالث واحد يصير. لا احنا الحين في ثالث اسبوع. ايه نعم. كان انه سعد بالفندق. اليوم 21 تخيلوا يا شباب لان 21 يوم مجتمعين. بكره 22. بكره 22. لي 21 يوم وانا مقابل وجيهكم. يحظنا والله. بقى لحظه بقى لحظه يحرزني. انت تعرزني. لا خلاص دقيقه وانا مقابل وجهين ذولي. انت كمل الجمله. انت مثل الشمس ومثل القمر في طلته. جرب يرضى عليك انت. الشمس والقمر كلها ما بقى. في حب الناس له. والله العظيم نقص بس. عطني قلم. انت مثل الشمس والقمر في طلته. انت مثل البحر. عطني قلم. مش انت مثل البحر توصف الجو. مثل البحر بشنو؟ يقول انت مثل الشمس والقمر. او ما شاء الله صار كتاب لك يا الغالي. ايمون مسوي يا اخي. لا 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 صديقي ابراهيم خل اخر يوم بيجي الاسبوع الجاي يمكن يكون. لا لا اخر يوم يمكن الاسبوع الجاي يكون موجود. وكان رحمه الله نقول. اي والله وكان رحمه الله. كان سعد يناقص. كان سعد اسمع 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 اسمع. كان سعد يستطرد كثير. انت مثل الشمس والقمر. طبعا فواز امس كاتب قصيده باللغه العربيه الفصحى. انا المره دي بكتب بالنبطي. انت مثل الشمس والقمر في طلته. انت مثل الشمس والقمر في طلته. اصبر. وانت مثل البحر. وانت مثل البحر. بس اصبر. وانت مثل البحر داخل اسمك في حب الناس. وداخل اسمك يغرق الناس من البحر. لا شوف يقول انت مثل الشمس والقمر في طلته. وانت مثل البحر في حب الناس له. لا والله العظيم انها حلوه. لا والله ما هي حلوه. وانت مثل سعد الكلثم في. تعرف سعد الكلثم؟ مثل السمك. تعرف سعد الكلثم؟ تعرف سعد الكلثم؟ اخابر يقول صدمني. لا مو بذاك. لا مو بذاك. سعد الكلثم اللي رقم تصويته 8. استغفر الله. وشو؟ انت مثل الشمس والقمر في طلته. وانت مثل البحر في حب الناس له. ايوه يا أيوة. سعد يا سعد يا سعد يا سعد انت يا سعد يا راعي الشيم يا سعد. وش يا سعد؟ وش ترفع يا سعد؟ اصبر يا سعد. لا انا قاعد امدح سعد. تفضل يا سعد يا راعي ثاني. يا سعد يا راعي الطيب والعطر والطيب يا زهاك لا ما عطر. اصبر يا سعد يا راعي الطيب. يا سعد يا راعي الطيب. اصبر يا راعي الطيب يا را ايه قام يغار من فيصل بن قربه. يا راعي قام يغار من فيصل بن قربه. طيب اصبر يا راعي الطيب. اصبر اصبر يا اسماعيل يا راعي الطيب. اصبر اسماعيل انا قاعد اسولف. اسكت يعني عشان تسولف. لا 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 اي قريحه يعني. تلالا تلالا القريحه يا راعي الطيب.
يوم انك تلاحظ يقول يا من هذا يا راعي الطيور. لا تشتت بالله ابو سعدية، خليني بس اجيب كلمه بس. مخك يصفى وانت ساكت. ايه يا راعي لق 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 كلكم اصبر يا راعي الطيب. وانت بتروح؟ بروح يا راعي الطيب اغير جو اشم هواء. القافيه له الهاء، حرف الهاء. يعني ما تبي تقعد بسعد موجود؟ طيب عندك سعد وسعد بعدين اثنين سعد لباهم والله يجيبون سعد كل الملاله يجيبون السعاده في ديه. يا راعي الطيب في ديه هم يجيبون السعاده. يلي سعد وش ذي؟ يلي قلوب الناس له الهابي هابي تجي كذا؟ ما راعي الطيب. لا اصبر يا راعي الطيب يلي قلوب الناس له. راعي الطيب اسمع اسمع يا راعي الطيب يلي قلوب الناس سعد قلوب الناس سعد اصبر له. ليش تقول لي انت اصبر؟ انا قاعد صوت الرجال. ها؟ صوت الرجال. يقوم انت مثل الشمر مثل الشمس ولد ما في طنسه مثل البر. انت قاعد اكتب في قصيده يا سعد. انا بكتب قصيدتي في الناضج. استوعب اني قاعد اكتب في قصيده مدح. أيوة. امدح الناضج. سعد انا قاعد اكتب في الناضج. لا اسمع يقول انت مثل الشمس والقمر في طلته في طلته وانت مثل البحر في حب الناس له. يا راعي الطيبة يلي قلوب الناس له تسلم يمناك. يقول يا تسلم سعد تسلم اصبر تسلم يمينك والله انا حلو. يقول يا سعد يلي مسوي مثالي خف علينا مسوي حلويات المثالي. تسلم يمينك بالله لا تضيع لا تشتت. تسلم يمينك مجيد حاول انك ما ترجع. ها خلاص ان شاء الله حاول انك ما ترجع. تسلم يمينك شيء يسلمك هلا مرة يجعل روحي في دوت الله والله يا تسلم يمينك. اوه لا ضبطت هذه يا يجعل روحي. تعال اسمع اسمع البيت والله انه جاب يجعل الروح في دوت الله. تسلم 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 يمينك يا يجعل روحي. لا يجعل الروح زين صدق يجعل الروح. لا يجعل روحي فداله فداله ممكن يجعل روحي يا جعل ترى يمكن كذا مره ثمرات. والله اسمع اسمع عطني البيت بسرعه. انت مثل الشمس في طلت لا شوف شوف اصبر اصبر يقول انت مثل القمر في طلته. اذا البيت ما رجعت في زينب بشوتك يلا. يقول انت مثل الشمس والقمر في طلته تبون يشيلوا لك وانت اصبر اصبر بالله اسمع بالله اي والله شيلوا سوي دفن مدير. انت مثل الشمس والقمر في طلته لا قلب انشاد انشاد انت مثل الشمس والقمر في طلته. اسمع اسمع انا قاعد اقول للرجال قصيده واخر عن الشجره. يقول انت مثل الشمس والقمر في طلته وانت مثل البحر في حب الناس له. يا راعي الطيب يلي قلوب الناس له تسلم يمينك يا جعل روحي فدوت له. الله كلام كليم فدوتن والله العظيم انها بالله في احد قد كتب في قصيده كم بقى يا مساعد وشو تبون ولا قط يا مساعد العريف يا مساعد اشد دقائق بروح يا مساعد القايد تبون ولا احط بالشلال مساعد القايد تبون ولا احطه بالشلال. انا جاي انا جاي شلال انا جاي شلال ولا في انا جاي نطلبك. اسمع يا مساعد القايد انا جاي يا مساعد القايد انا جاي نطلبك. اي منو مساعد القايد انا جاي نطلبك بس يا مساعد المنظم يعني ايه مساعد المنظم يا سايا مساعد القايد صاير مساعد مساعد القايد سامي الجعوني القايد ابو كاتم ومساعد حماد والله مساعد القايد انا جاي نطلبك يا مساعد القايد ما يعرف ما يعرف يا ولد ما خلص بسرعه انا بشوت ورجاء بس بلعب كذا رجع بالشاشه سوي فينا خير وشيل يا مساعد القايد انا جاي نطلبك طلبة ان ما خلاص طلبة تالية تالية الليل مهم مردودة لا لا خلني خلني تسلم صحيح. يمينك يا جعل روحي في دوت الله يا ود انت مثل الشمس والقمر في طلة تحفظت اي والله شفت جزلة انت مثل الشمس انت مثل القمر في طلة انت مثل الشمس انت يا انت يا اصبر انت انت يا ابو انت وش انت ابو ايش هذا ابو ايش الملحن ابو ايش ابو ايش انت ابو محمد أبو انت يا ابو محمد مثل القمر في طلته احسن صح لا ما يصير رجال يمكن عبد المجيد يصير بدال انت يا ولد وش اسم الوالد محمد محمد انت يا ولد تعال مجيد يا ولد محمد لا ما يجمع يا ولد يا انت يا ولد يا ابن محمد يا ولد انت يا ابن محمد وانت يا ابن محمد مثل القمر في انت جبل هذا الماء انت انت مثل الشمس والقمر في طلته والله ابغى ادور صدق ما انت مثل البحر في حب الناس له. يا راعي الطيب يمكن يصير شاعر يا الغالي والله اسمع والله العظيم انه حلو هذا مو فيصل بن قربه هذا ساعة والله يمكن بكره ترى تنتظر ما يصير شاعر والله ما تدري هي على حسب القريحه اذا فضاء القريحه يعني هابط هاجت مدري يقول خليني بعطي وضعيه الشاعر يقول يقول لا كذا لا انت مثل الشمس والقمر في طلته وانت مثل البحر في حب الناس له. يا راعي الطيب ان شاء الله
يلي قلوب الناس له تسلم يمينك يا جعل روحي فدوت له. صفق 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 ملح ملحنها لك هذه. يقول انت مثل الشمس والقمر في طلته وانت مثل البحر في حب الناس له يا راعي الطيبة يلي قلوب الناس له تسلم يمينك يا جعل روحي فدوت له. خلنا احنا انت مثل الشمس والقمر في طلته وانت مثل البحر في حب الناس. ما تزيد هزل. انت مثل الشمس والقمر في طلته كبر مويه لا الدفتر دبه. انت مثل الشمس والقمر في طلته وانت مثل البحر في حب الناس له يا راعي يا راعي الطيب اللي قلوب الناس له تسلم يمينك يا جعل روحي فدوت له. وفرش الصماط وتقهوى الله يسعدك يرضى عليك. ما حد كتب في قصتنا انت. نعم جزاك الله خير هذه تكتب في التاريخ. ها طالبك طالب ابي طرايه بعدين هذه بخلت بسوي لك اهداء خاص الى المزح الثقيل الى سعد بن محمد. يا ربي يسعدك يا ربي يا ربي يرضى عليك ويحفظك ويحفظ اهلك وجماعتك ويوفقك ان شاء الله. من اخوك اتشرف الله يرضى عليك سعد الكلفه. اتشرف يا حبيب قلبي. انا بخليك تكتب لي في دفتر خاص عندي داخل للذكريات بدك تكتب عليه وتوقع لي والتاريخ بس بكره بيبدا اول واحد يطلع برايي. اكتب رقمي اي بكتب رقمي تطلع لك. شوف اذا تبي تعلم الرقم كوبرا بعروتي ما حد يشوفه. يلا هذه قصيده موجهه لك. ابشر بس سعد زين والله الله بالشرهات يا ابو طالع 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 عمرك. سم هذه خل بس ابي اكتب بعض الملاحظات هنا. سم اللي طالبها مني ما يصير تضيع ذا القصيده يا سعد. لا 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 والله خليها حفظتها هذه للذكرى. يقول انت مثل الشمس والقمر في طلته انت مثل البحر في حب الناس له يا راعي الطيب يا راعي الطيب وانت يا راعي الطيب اللي قلوب الناس له تسلم يمينك يا جعل روحي فدوت له. الله انا لو ان امي بس جايبه منه اثنين صرنا ثلاثه بالله. شوف حال كيف لا اله الا الله ما شاء الله تبارك الله. شو المسابقه هذه؟